ياللي ما حبوني ضحكوا عليا وياللي ما حبوني ضحكوا عليا وانا راني هبيل وانا راني هبيل وطمع سبابي را الدنيا وصحابي اللي غوبيا وبرلو هانيك شفتو بعياني Mon capitaine, donnez-moi tout ce pognon. Mais ouais, ça en fait du pognon. Ah, dis-toi. On est qui sera content, hein. Allez, messieurs, un peu de nerf, s'il vous plaît. J'ai un café, s'il vous plaît. Ah, d'accord. Capitaine, vous pensez qu'on avait 20 ans? Si on vient, d'ici demain. D'ici demain. C'est bon. Tiens. Ah, je me sens en veine ce soir. Mes amis, une petite belote. Oui. Tu vois quelque chose? Je ne vois rien, mon capitaine. Capitaine? 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 Vas-y, t'es qu'il faut! Ça va, Ahmed, oui! Couché, qu'il est fort! Allez! Si! Vas-y, t'es qu'il faut! أنا سيد هذا رزق ساقه الله عطاك جميل تلصد طاهر فايزنا طاهر البشير طاهر لي لا فتا حرق 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 العادي قسم اسمح لي يا أستاذ هاد الهضرة عندك ديرها بحال شي حجاية بحال شي حجاية؟ لا أستاذ هادشي اللي كتقول عليه بحال شي حجاية هادشي راه موثق وشاهد عليه التاريخ ثق بيا ولكن حتى الوثائق اللي قدمتي ماشي شي وثائق اللي ثقيلة مجرد طرف ديال الجورنال كيعاود على مغامرة داروها شي رجال
باش يحرروا شي ذهب من يد الشفارة لا غير. ما كيقولوا لا فين ولا فوقاش. صعيب باش يعتمد بنادم على بحال هاد الوثائق. لكن انا الوالد ديالي الله يرحمه عاود ليا كلشي، وداك الشيء كامل اللي عاود ليا لقيته مطابق تماما مع داك الشيء اللي كاين في الجورنال. يقدر الوالد ديالك سمع هاد الهضره وصبحت مورود شفهي لا غير. أستاذي أستاذي ثق فيا، واش عرفتي الوالد ديالي الله يرحمه شكون؟ لا راه الله يرحمه كان واحد من الابطال اللي تحرر على يديهم الكنز. اسمع سي الطيب، هاد الهضره ما بقيتش تقولها لشي حد، هادي راهي خرافات. اسمح لي. خرافات؟ خا اسمح لي. حريص حريص اخرجوا صاحبي من هاد الحبسه، اش غنباتوا هنا؟ اش كدير تتما؟ واحد السيد قد مع صاحبي يشرب واحد الكويزينه سعيد. خرج باش نشوفوا وليداتنا الله يرحم والديك. الله يوفقك انت وحشك هو. الله يرحم والديك الله يرحم والديك. طب طب قصر ما معاهم شويه زوينه معاهم كي تشي براوات غنديهم. ها هي سميتي راني خارج. ها هي شتا ها مصطفى خارج السي مصطفى. الله يرحم لكم الوالدين الله يجزيك الخير. يلا سير الله يعاونك. الله يحفظك اخويا. خلي هذا الورد هذا ولا نجيبو لي داخل؟ خلي غير هذا ديال الداخل. ها هو عشا حنا سلامتو اش كاين؟ اش كاين؟ اش كاين؟ اش كاين؟ احمد اساسي شنو شنو كاين؟ عاجلي الحبيب ديالي وبات ولادي واخا ما ولدتش معاك الولاد. ايه ايوا انا كخا دابا بديت تلعبي بيا، مرات تقول لي كنبغيك مرات تقول لي سير بحال ضرب شهر. انا نسى البارح، عيش اللحظه عيش الحياه. كرا جوج ديال الحوايج، يا اما تسحرتي يا اما شربتي داك التكاوت اللي مول البطاطي ديال الشكر ديتي ليا كلش. والله ما شربت شي حاجه، انا ملي كنشوفك كنترفع كنغيب كندوخ. اسمعي ميرنا انا كنعاقبك، ملي كتولي ظريفه يا غا باغا تصيفطني لي الحبس يا باغا تطربي الفلوس، جيني من الاخر. قول لي يا ميرنا كتعجبني ملي كتقولي هاد ميرنا حوته سردينه حوريه البحر. انا بين يديك مجدالك واحد شهيوه. شنو هي؟ الدجاج والتقليه. لا هادي الدجاج والتقليه. بارك عليا من داك الباناج ديال الحوت. يلا المعلم هادي مزيان و 30 عام وانا واخدك عمرك ما طيبتي لنا بحال هاد الشيء. وهادي دخلت عليك بالله وليدي واش ما ديرهاش ليا فهاد السم. هاويا اللي تسخفات الله حسيتي بشي حاجه؟ حسيت انا كنتي كنزاقيه فيك ملي كنت في الحبس كنت مخير، جيت عندك انا حسيت بحال كتمشي وتجي. شحال ديما كليتي الماكله نقيه؟ عادي انا غنمشي نجيب لك الديسير. اوكي جيت فهاد البلا لاختي في ديرها. اين بلا عندك؟ عاودتي على فير. اين فير؟ قلت لها لقينا الكنز. علاش اخويا قلتي لها لقينا الكنز؟ عاودتي لمراتي الهضره خصك تقول للكوميساري وتستر مراتي. انا ما غتسترناش والكنز بعدا ما لقيتيش. انا اللي لقيته. انا حنا اللي لقيناه. حنا اللي لقيناه انا والمراه ديالي اللي لقينا الكنز. شي انت مبارك تولي تسكت ولا شي نهار غنخلي ضربوك ولي تسكت. واش بغينا ندخلوا غير الخيط بيتك بينك السيد تبيض. يلا طلع طلع قول لنا الخريطه. نعم طلع. ها هي الخريطه. ها هي لاله الخريطه. ها هي انت مشي تلقينا الكنز غنى والله. تبغي نجيب لك فيها ليدا. انا كيف هو؟ ماشي. انت فينا؟ ايوا اقرا ياك انت شلح. انا ابي شلح ولكن امي شريحه. وكيفاش هادي دابا شنو حنا اللي غادي يقرا لنا هاد الولاده؟ اه نوضي حلي. نوضي 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 لا مش خلي عندكم بركة ونمشي معاك. نمشي ضيف الله ما رجعش تعرفوني فين مشيت. انا نمشي نجلس واحد الوصف في البلد. السلام عليكم. عليكم السلام.
انا جارك جيت باش نقول لك على سلامتك. الله يسلمك اسيدي. كنا مشينا شويه ندورو شويه في سويسرا شفنا شويه ديال القرن في الزهر. تبارك الله شفت الخيس تماك عندهم. تبارك الله تبارك الله عليك. شتي البيت ديالي كيطل على الصالون ديالكم مجاورين. كاين حتى مشكل اخوه. وراني سمعت كلشي. اسمعتي كتهضروا على تيفينخ من الحيط. مزيان اسيدي. ولا انت تعرف هادشي ديال تيفينخ؟ الله ودي كنقريها تيفينخ. اييه انا ذا مهمين د الحيوط برك مرات تيتبناو غير بيا جوره وحده ولا غا في النص. مرحبا 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 اخويا. عندهم هاد تيفينخ. اش هاد الزهر هذا عندي؟ شنو هاد الزهر؟ مالك يا لالا؟ شنو هو؟ والو غير كانت كيشي ديالي تسرطات ليا. وما عيطتش لابونك ديالك يشوفها شنو المشكل؟ ما عنديش الوقت باش نعيط. الطياره ديالي غتمشي عليا دابا راه ديال المانيا. خاصني دابا نكون في المطار. شنو غندير دابا؟ كون غير لقيت شي حد نعطيه لاباك دو ديامون ديالي كدير 40,000 درهم ويستلفني 1000 درهم على ما رجع. بصراحه بغيت نوقف معاك ونشوف نحل معاك هذا المشكل، ولاني راه 900 درهم هي اللي عندي. ماشي مشكل نعدي بها. غادي ناخذ النيميرو ديال التليفون ديالك غتقيدو ليا انا ملي غادي نرجع غادي نعيط عليك. ما تصورش شحال عزيزه عليا هاد لاباك. مي بون طرف عافاك. واحد الحاجه اللي غنطلبك احتفظ بها حتى نعيط عليك. هي كوني عانيه كنحس بمشكل. شكرا بزاف اسيدي بارك الله فيك. كاينش حتى مشكل. بارك الله فيك. عافاك عافاك عافاك. تقليد عليك ما تبيعهاش. لا كوني عانيه. الله يكثر من امتلكم. شكرا بزاف سيدي بارك الله فيك. الله يكثر من امتلكم. أمي زاتي. هذا سيدي بجد باش تسمعوا كاملين راه الكنز هذا. واتي فينا هادي. عيط. إيناس إيناس. قولي قولي. إيه باينة هادي دوز دوز. مريخ هذا شي خي الزمان. اشنو بغيت ندير للزمان؟ ترى باينه تاعي. دوز دوز السطر الموالي. سير سير سير. ونا وريوفي خاص جيب اخوان. صافي جيب اخوان. شنو؟ زعما جيب خاوي اللي ما عنده الفلوس باش يخلص الضريبه. لا دازنت ميك سنس. ساخني لنا الخبر عارف لا والله ما كنكسبوش شي سنتيم بالله العظيم. هاي المرة تاعك. سير اسيدي كمل سير اسيدي. ونا وريوفي ونا وريوفي معاك. انا عرفتيها جوج مرات. احنا معاك اسيدي. هذاش هذاش ونا ريثمون. سير سير شنو ما لقى الحبيب ديالو معاه منين مشي بقي يدير حبيبتي طاكسي ما نسيهاش. باش بغينا نديرو شي حاجه نسولو الكنز. الكنز تهب فينا والله. قول لي قول لي شريف رزقي انا واش كاين هنا مكتوب؟ كاين رزقنا هادشي اللي كاين هنا. سميتي مصطفى انا ولد المعاشي. ممكن سميتي تقول هادشي اللي كاين هنا راني قريته. شوف مزيان المدام كتعيط. نبقاو على التيسير. نبقاو على التيسير. نبقاو على التيسير. الله عليك اسيدي. ما عمري قلبتي كنت ما عمري شفت شي واحد سميتو نحضر في الطوار. الجلالي حاكمها مراته. لا ورجاء الجلالي. اه جاي. واش هو داكشي اللي قلبتي فينا ترجمتي انت هو هو فيا؟ واش كيفاش كيدير بعدا؟ انا شفتو كيصوب بحال باغي يطلع الجد ولا ما بغاش يطلع الكنز. واش كان كيتهجى؟ شوف نساو عليه هادشي نساو. انا ديك النهار كنت في لافاك واحد الاستاذ باقي عاقل عليه عنده موستاج كويزيما صدحت انا وياه الكتف على الكتف ويطيح منه واحد الكتاب صفحه 52 باقي عاقل عليها لقيت فيه هذيك البياسه اللي وريتيني في الحبس. اه من نفسه ساكون سيسا ياد البحالة وما قلتهاش لي انا نسيت. اه حطيتك حط لي مراتي. سير بحالك نكملوها. سير بحالك خضر انا. سير بحالك نوض. سير والله لا بتي اليوم عندي في الدار قلبك على الشوطين. شوف شوف مبارك صباح وما وهذا مبارك ما قال والو ما قال والو. مشارك الرياض عام ودرت خويا الاخر يخزن عليا لقى الشقاره نقراوها انا وياك.
قراوها انا علاش ما قراوهاش انا يا ربي نحلم نطيح كنقرا داكشي درتي فينا لا ما حنا يا قرا يا قرا قرا يا قرا قريتي هادي ماشي العقل هادي وخا تقول لا السلام عليكم. السلام عليكم. حميد. ماشي مزيان؟ بخير. الله يخليك السي عبد الحميد خاصني واحد ديكسيونير تيفيناغ فرونسي. مرحبا دكتور سوتيلي. ايه شكرا يا سي عبد الحميد شكرا شحال هاد الماء طلبت مليار كنحضر لا ما عمرك غتصورها باش تحشم عليك مسخوطه الطويله انا سخط عليك ما عمرك غتمشي تمشي انا بالحبس انا وصل الكريه ما تجيبيش هي تلك في فوبك هي الدار وقرعه الماء اه دير عليك غتعرفني انا ما نقدرش انا نشوفك في الحبس انا رواسي اللي توحشتك بنتي برب العظيم ما تبدلتيش هذاك المستمر هذاك المستمر باش عرفتيها حيت المستمر كيتخبر بجوج ديال السبعه ماشي ثلاثه تي ديما كديرها الغلط هاك باسطوف بغيت نشوف واش باقي شاد تراني عاس ورا اللي والدك مقمطك قال لي لا مستمر يلا ها بستيتي لك وهاك المقال لا ندير جوج مقال شنو المقال ديالك الوليد منين نسيتي انا تلميذه ديالك شريت بالحوايج كون جاي باغي نهضر معك في واحد الموضوع مهم سير سير براتك اجي فحالك اجي وانا خارج من الحبس دزت عند واحد الدايب وتفكرت واش درت لك هاد السميسله انا عندي بنزق كي ضربها طايره تكون شتي تراك نمبر 1 اي لوف يو اي لوف يو تو غير غير تري عندي باقيه هي مسخوطه الوالده كتشبه البا الحاجه اللي ما كتشبه مولاها حرام ما قال لك ما بقيتش حطي البرا داك الشيء شحال مره الراجل كيخوي لي اتاي ماشي المراه شكون اللي قال لك انت على هذاك واحد الراجل الله يعمر لي الدار كان معايا في سويسرا كان ديري مسكين بحال ولده معنا كنت كنحامي عليه وكنتعاون معاه مزيان هكا المريض كندير ليه وكان فهمتيني تاق فيا عاود يعلق الكنز من طاق طاق السلام عليكم عاود ليا بوحدي شكون قال لك ما كيكذبش عليك؟ انت راجل طيب الله عمر لي الدار وما كيزقلب جار، الناس كاع كتحترمو بالحبس، والموديل كان كيخاف منه يكذب عليا انا، انا كندير ليه بحال ولده. انا واحد اللعيبه في شي شكل ولكن انا ما بيني وبينك ما عرفتش نقرا جاتني مخطط بحال داكشي ديال السبو. نشوف. انا مشي هذا راه شي بيت صغير. كضحك عليا الواليد. ايه انتي والله تكل كيسحبني واش انت طولانطي وكتضربها طايره علاش الواليد هادو راه موجود منه معادات في البازارات ميمكنش كيفاش موجود عادات في البازارات على هادشي ويمكن ميمكنش ميمكنش كي يكذب عليا الراجل ضيع عليا وقتي كذا راه مزيانه هاد الورقه راه هاد الخريطه اللي عندك شي كيحترمني ويلا تشوف يلا دابا تشوف انتي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بابا ها هو. مريم وي شنو هي؟ شفت قلت لك؟ هذاك الشيء بان كان كيكذب عليا. مات فوق صدري وكان كيقول لي ولدي كيكذب عليا. راه قلت لك بابا راه كانوا كيخربوا قلبك كيدخلوا خرجوا لهضره سكرات الموت. بالعرار مين كتجيبوا هادو الشريف؟ تنجيبوهم من المكتبة. هادو الأغاني ديال رويشة. يناس
وإلا ما عجبوكمش راه عندنا شي حاجة أخرى زوينة خليجية. واخا بشحال كيديروا هاد؟ 5 دراهم ولا جيب 7 دراهم. جمع لي هذا كله مشرف. لا سيري ما خلصتي بنادي؟ يلا هبا مالك تصدمتي يلا يلا ما تصدمتش. زيد هبا ونعل الشيطان الله يعاونك. الله يبارك فيك خصنا. هو هبا ونعل الشيطان. كملي يابا. ليش نكمل لك والله العظيم نبقى فيا مسكين صلى دوك جوج ركعات. والناس بحال هكا بحال شي دراري صغيور وزين لي زيت لي صباو ثاني كنشهد ليه باش عرفتي هاد الخبير كلشي ماشي غير سكرات الموت. قوي اسم سكرات الموت شي كيصلي الفجر كيزكر الصومان هانتي شو واش عطاني هادي سكرات الموت هادي شفناها شفناها هادي سكرات الموت دابا هذا ذهب هذا وما انا ماشي ذهب انت اللي كتعرفي بعدا الذهب تاختيني انا ومالي دابا انا مشتاقه ايوا راك مشتاقاش وهذاك حضرتك انا يمكلي عليك على ايوا ما تلياش عليا حتى العيالات بحالي راه ماطر ديال السهر العيالات بحالك حتى اللي كتشري داك الشيء كديرها بالعالي تقي تمشي باش تخاصم معاك وتشري كسر 3 ديال الذهب انا عيقبك واش نتوما دابا غتبقاو تهضروا على الذهب واش الناس كتهضر في الدياموند والسفير وداك الشيء الغالي نتوما باقيين نتوما وما نتوما ما كتيقش فيا في الحقيقه بلاصتي ماشي معاكم نتوما لو كلاس لا انت قلقت الدريه ياك متفق معاك سيدي مولا كملنا القصه باسطو هنقني بحال هكا بسيد بغى يقول اجي انت اش كدير صافي بركه من المغرب بركه مهم راه تحت راسك ملي جيتي وانت غير كتاكل بحال الحلوف انت مالك داير بحال هكا مالك كنت كنشري دجاجه وليت كنشري جوج مالك اخويا ملي جيتي وانت كتصرف نوض برك الا عندك شي نفس نوض عقلو عليها انا ضم برك انا ما عنديش النفس انا دابا عقلو عليها ما قاش وقفوا على مبارك بلاتي ايوا الفخاد اللي كناكل هنا ديتي انا قلت لك فضيله قلت لك راه ملي كتجمع الجوق علينا كيتبعونا بالعين حنا محسودين انا اللي قلت لك ملي كتجمع الجوق علينا كنبداو نضربوا خري ديري شي حاجه دير انت شي حاجه ولا انت اللي خصك ديري شي حاجه انا اللي مرضت انا بهذا الشيء خلينا ناكل شويه حتى فين ما كاين شي واحد من القط تجيبوا لي لهاد الدار زويتي اللي كيعجبك انت كيما تقول ديال الزويتي الاحمر قلت لك ويدا انا سليمه جيبي كاس الماء للمرت باك حتى الزيتون ما عرفتيش تحطوا لي في امي ويلي صب عليا بات ليا فوق صدري انا كيقول لي حتى هو ولدي اللي ما ولدتوش ليا المراه كذب عليا دابا مالك كتغبن مالك كذب عليا وترجل ترجل مالك كتغبن انا راجل هنا انت راه اللي جا كيضحك عليك حتني دبدومه انا دبدومه اكون راجل اخوان اخوان لي زونفون مادام مضاربين مضاربين لالا فضيله راه كانت ناويه انها تطلق منك ملي كنتي في الحبس ولكن موضوع الكنز اجل شويه القضيه دابا تقدروا تباشروا في اطار هذا السلم اللي بيناتكم نيسبا مدام عرفتي انت اول مره في حياتك راه تقول شي حاجه عرفتي نتوما والله الا حسن لكم طلقوا واه فضحتونا لا والله ما كذبتي بنتي سوس انا 16 عام كنشوفك كتشوف فيا شوفه ناقصه الا كنتي باغا تطلقي طلاق مرحبا طلقني ما نطلقكش انا طلقني ولا غنقتلك انا غادي نقتلك عاد غادي نطلقك انا غادي نقتلك وغنطر راسي وغنطلقك ياك اختي قلت لك طلقني واه هي دابا حنا كاع اللي غنخسروا الخدمه يطولوا عرفتي دابا عاد بالعربي جيبي لي طلعي لي دابا حاطط عاد بالعربي جيبي لي طلعي لي اختك انت الوالده فيك الهضره لا غادي تشوفي اليوم ما كاينش الهضره لا تعطات فيها 500 درهم انا غنعطي فيها 1000 درهم وغنمشي لداركم راه انت راه بخساره اي على قله العيالات هاتي غتشوفي غتجيب لي الا بقيتي بحالي غتشوف شحال الكتاب هذا شفتو بنتي عندي في داري عندي زعما انا بداري زعما دارنا دارنا واش عندي انا وفي دارو هو ويه دار الباشير ولكن حنا ملي غنجيبو ليه الدار هذه
شاري الحرية. فين جا شاري الحرية؟ 15 فين شاري الحرية؟ شش شكون؟ علاش يا شكون؟ والله لا صدفة. اش كاين؟ شاري الحرية. مالو؟ كتعرفو؟ كتعرفو؟ اي ها هو قال لكم كيعرف شاري الحرية. كون قول لهم داخل كون جبتي مراتك وليداتك وجبتيهم يسكنوا عندنا هنا بلا ما تبقى تصنط لي مورا الحيط. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اش هادشي ستي؟ كنطلب كونجي. وفي هاد الوقت حنا محتاجين ليك والتلاميذ والامتحانات. ما كتعرف استاذي انا استاذ باحث وكنت طلبتك خديت منك الاذن باش نقلب على الكنز اللي هو موضوع البحث ديالي وما اهتميتيش ليا بالموضوع واليوم انا كنضطر باش ناخذ كونجي. ولا رفضت؟ الا رفضتي كتشجعني باش نقدم الاستقاله ديالي. لا سي طيب ماشي حتى لهاد الدرجه. حتى الجامعه محتاجه لك. جامي واش سي مصطفى من غتخلينا ويلي لا غادي فين غادي ولا كاينه شي مرا تخلي راجلها يمشي في المحله بغيتي تضربك العين لا نمشي غنمشيو نجي انا بعدا نجي على رجلي بابا الطاكسي الطاكسي ما تخوف ما حل هذا بابا كاين واحد الحل اللي هو الا وافق لي على السي العميد تمشي حتى انا ما لقيتي والو ترجع ما رأيك السي العميد؟ طيب بدي إن شاء الله رجع لعندي باش نصوب لك الوثائق ديالك. صافي؟ إن شاء الله. شكرا أستاذ. شكرا أستاذ. شكرا. لا بشوية بشوية أنت غادي كتجري كورس. إيه صافي ها. في جات الدار هادي فينا الدار اخويا